اهلا اهلا، معكم مها من قناه مها الزياري. الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه كويسه. فيديو النهارده هوريكم فيه برضو مشتريات جديده من ديور، فخليكم معايا. اوكي، الكيس دوت او المشتريات دي ليها قصه شويه. زي ما انتم عارفين عيد ميلادي كان بشهر 2، اوكي، بس ما جاتليش مسج من ديور ان انا اجي استلم هدية عيد ميلادي. ولما كلمتهم ايميل قالوا لي اصلا مش باين عندنا ان انت ليكي هدية عيد ميلاد. ازاي؟ فلما كلمت الموظفة اللي كانت في ياس مول قلت لها انه حصل معي 1 2 3 وكده، فراحت قالت لي خليني اشيك، ولما شيكت فعلا لقيت انه مفيش. فقلت لها اوكي تمام خلاص انه مفيش نصيب. قالت لي لا مش هزعلك ومش عارفه ايه وكده، بس تعالي وهديكي حاجه حلوه هتعجبك قوي. قلت لها ماشي، وبما اني كده وكده رايحه فخليني اخد شويه حاجات كنت عايزاها. فخلينا نبدا نفتح الحاجه واوريكم الحاجه كانت ايه هي بالظبط. سو الحاجه كانت جايه لي كده في الكيس بتاع ديور اللي لونه كحلي، ده بتاع الرجاله، معرفش ليه هو محطوط ليا بس اتس اوكي. سو اول حاجه كنت يعني متردده فيها الصراحه وقلت لا مش هاخدها، بس غيرت رأيي. يعني الصراحة أنا كنت ضدها جدا ومش عاجبني الكونسبت بتاعها، إنه هتشوف بعد شوية ليه، بس قلت لأ خلاص خليني أخدها لأنه فعلا عجباني. ويعني أنا I consider myself as a collector، فلأ عايزاها عشان تبقى عندي المجموعة كاملة بتاعت الكوليكشن دوت. فأخدت الفوريفر كوشن باودر بتاعت الميدزا كوليكشن، بما انه ده هيكون حاجة يعني limited edition وكده ومش هترجع تاني، فالصراحة ما قدرتش لا عايزاهم كلهم يكونوا كوليكشن كاملة عندي. فهو ده شكلها بنات، ده شكل الكوشن باودر، وريتكم قبل كده البرنت ديت. بس دي هما كان نازل منهم حاجتين، كان نازل الفونديشن وكان نازل الباودر. فالباودر نفس تبعت ميس ديور بالظبط، اللي هي الجليتر دي نفسها بالظبط بالظبط، بس البرنت مختلف. فالمهم هي من جوه كده شكلها. اوكي تشيلوا ال اسمها ايه، المهم دي. المهم ومن جوه بدأ يطير اوريدي. ف هي فيها جليتر بس جليتر خفيف قوي، احسن من بتاع ميس ديور، يعني ارحم منه بكتير. طبعا ميس ديور كان جليتر يعني لمعت اللي هي لمعت الاعراس والافراح والحاجات دي كلها. انا ما بحبش حاجتي تكون متبهدله، بليز اتنضفي بليز وبسرعه. مهم دي كانت اول حاجه. بعدين تاني حاجه اخدت الليكويد هاند اند بودي سوب بتاع، طبعا عارفين، من جري ديور، من البرايفت كوليكشن، اللي هو دوت زي ما هما كاتبين ليكويد هاند اند بودي سوب للايد وللجسم تقدري تستخدميه. معرفش ليه دايما انا بفتح العلب من تحت، حد بيعمل كده زيي؟ حد دايما بيفتح العلب من تحت ولا انا بس، ولا اروح اتعالج ولا ايه؟ المهم بنات البوكس كان كده شكله، وده هو شكل الفوكس اللي مش عايز يظبط. المهم ده شكله اوكي، بالبامب اللي فوق عامل زي البادي لوشن بالظبط. اوكي المهم دوت 350 ملي بنات، اعتقد نفس حجم اللوشن بالظبط، نفسه بالظبط 350 ملي، تشوفوا هما قد بعض. طبعا اللوشن يعني قد ما اتكلم عليه، اولا كبير جدا ما شاء الله، حجمه كبير جدا جدا ما بيخلصش، يعني ده تقريبا عندي بقاله سنه، ما ادري سنه ونص حاجه زي كده. ارجعوا للفيديوهات القديمه هتعرفوا بقاله قد ايه عندي. وده بلاستيك زي التانية بالظبط، بلاستيك بس ده طبعا شفاف وكده طبعا. فعلى الاغلب مش هستخدمه طبعا كهاند سوب، على الاغلب هيكون للشاور. والله لسه واخده بالي دلوقتي من تحت مكتوب هنا سي دي، مش عارفه شايفينها ديت. وطبعا انا بحب اعيد استخدام الحاجات، بس على فكره هو شكله ليكويدي قوي، شوفوا استنوا بصوا ازاي بيتحرك بسرعه، شايفين؟ فزي ما انتوا عارفين ان انا بحب اعيد استخدام كل حاجه، فدي على الاغلب مش هتترمي بس تخلص، ممكن ارجع احط فيها مثلا ميك اب ريموفر وتبقى كده عندي خلاص، احط على القطنه او سانيتايزر جل او كحول او اي حاجه. فلان شكلها كمان شيك طبعا لما تتحط كده على التسريحه هي مع البادي لوشن،
واستنوا كده اوكي مع البادي لوشن ومع البارفان كمان يبقى شكلهم حلو اوكي بقى. اللي بعده واخدت اللي هي ديور ادكت ليبستيك كيس او الكفر بتاع الروج بتاع ديور ادكت اوكي وده برضو كان ليميتد اديشن بس اول ما شفته وقعت في غرامه حرفيا طبعا نازل كذا لون بس اللون اللي انا اخترته ده اكتر واحد عجبني المهم الاول خليني اوريكم الكيس وهي دي شكلها بنات شوفوا تيجي كده لونها عنابي او بنفسجي غامق قوي مارون ممكن مكتوب عليها من هنا ديور وده جلد ده جلد نفسه طبعا هو كفر للروج مش روج بس شوفوا لي التفاصيل شوفوا التفاصيل بتاعه الكناج انا بموت في الكناج الصراحه بحب الكناج جدا ده البرنت المفضل عندي من ديور ده بيجي كده فاضي من غير الروج طبعا بس انتوا بتشتروا بعدين الروج وبتجمعوهم مع بعض الروج لما بتشتريه بيكون جاي بالشكل ده اوكي عادي كده خلاص وروج عادي فممكن تشتروا الريفل لوحده على فكره كمان الريفل كده لوحده بيتباع يعني لو مش عايزه تشتري الكيس بتاعته مع الكيس سوري مش عارفه اللي قلته ميك سنس او لا لحظه الروج بيجي كده لو انت عايز تشتريه كامل كده اوكي لو انت عايز تشتري دي بس لانه اوريدي عندك كيسز تقدري تشتري ده بس بيبقى سعره اقل حتى بس بيجي من غير كفر بيجي كده بكفر بلاستيك بس وخلاص فحطي في حسبانك دوت لانه ما عندكيش الكيس فده هيكون كده بكفر بلاستيك فدول مع بعض كده تيهم خلاص بقى عندك شكل روج جديد بالمنظر ده بس فتقدري بقى ميكس اند ماتش وتغيري مثلا على حسب الشنطه اللي لابساها على حسب مودك على حسب لون الروج هحط لكم صورهم كلهم هنا على جنب عشان تبقوا شايفين ايه الالوان اللي موجوده وطبعا كالعاده هسيب لكم اللينكات بتاعت الحاجات دي كلها في الديسكربشن بوكس اللي عايز يبص اوكي الحاجه اللي بعدها وهي حاجه ما عنديش منها خالص من ديور فاخدت من عندهم بلاشر رقمه 459 مكتوب عليه كوتور كولر لونج وير باور بلاش وده شكل العلبة بتكون جاية كده في فيلفت باوتش مكتوب عليها هنا سي دي لو شايفين ومن جوه ده البلاشر دركته من ورا شوفوا بنات اللون كده نود شايفين نود يجنن بجد خطير اهي دي الدرجة مش عارفة واضحة معاكم او لأ لان اضاءة الشمس النهاردة قوية شوية طبعا هو مش مات فينش هو تحسوه شمري شوية يعني في لمعة بسيطة جدا فدي حاجة انا بحبها انا ما بحبش البلاشرات اللي تكون فيها لمعة مهم بنات هي كانت جاية البلاشر معاها الفرشة اوريدي دي طبعا احنا ما بنستخدمش الحاجات دي نفسي الاقي حد بيستخدم الفرش اللي بتكون جاية مع البلاشرات ومع الاي شادوز والحاجات دي كلها اعتقد مفيش حد يعني درجته بجد البلاشر كده تحسوها صباحية نودز ينفع قوي مع الروج اللي رقمه 100 ثواني خليني اقراه لكم عارفين الدرجة ديت طبعا البرنت دي كانت برضو ليميتد اديشن وقتها عارفين الدرجة دي بتاعت ديور اللي هي رقمها 100 شوفوا تقريبا نفس البلاشر على فكرة طيب دي كانت كل حاجة انا اشتريتها ودلوقتي جه وقت الهدية اللي انا اصلا كنت رايحة علشانها يعني بس قبل ما اوريكم الهدية كان طبعا انا بتابع يوتيوبرز اجانب وكده عايشين في امريكا وعايشين في كندا فكانوا حاطين انه في مراية نازلة جديد من ديور هدية مرسومة عليها بالبرنت تبع الكناج وهي بتيجي شموع وكوشني كده بالظبط عاملة زي الباف كوشن بالظبط بس طبعا رفيعة لان هي مراية سألت الموظفة هل عندك المراية دي وكده قالت لي لا صراحة ما عندناش منها ممكن تكون بس ليميتد اديشن او ليميتد بس على يوروب وامريكا وكده فقلت لها طيب خلاص اوكي فقالت لي بس انا عندي مرايه تانية احلى هحطها لك يعني مع الاوردر وكده فادتني المرايه دي خليني اوريكم شكلها الاول ازاي تيجي كده بس استغربت ان هي تقيله قوي تقيله قوي المرايه يعني مش انه خفيفه هتعرفوا ازاي هتعرفوا ليه دلوقتي تقيله وهو ده شكلها بتيجي كده كانها برضو مرايه من بره ده شكلها من ورا اوكي خليني افتحها لكم تيجي مرايتين واحدة مكبرة او دي المكبرة سوري ودي العادية حاليا انا مش عايزة اشيل
الورق اللي عليها لانه مش هستخدمها دلوقتي، بس فعليا تقيلة قوي لانه كلها متل اصلا، عشان كده هي تقيلة. ستيل التانية عجباني اكتر طبعا. التانية هحط لكم صورتها عشان تشوفوا ازاي شكلها حلو. زي ما قلت لكم يعني الكناج لا يعلى عليه، شكله حلو فعليا، بس يعني تبين كانك انت اللي شارياها، مش تبين كانها هدية، بس ستيل دي كمان حلوة. طيب نيجي للحاجة اللي انا اوريدي كنت رايحة علشانها، اللي قلت لكم هدية، وهي كانت باوتش كمان، بس باوتش عاملة زي التانية المدورة اللي كانت برضو كناج اللي وريتها لكم قبل كده في فيديو قديم، اللي قلت لكم البراية بتاعتها اتكسرت، فكانت جاية في البوكس ده كده. اوكي نفتحها وراها لكم. اكيد شفتوها مع حد قبل كده مثلا، اذا زي ما قلت لكم اذا بتتابع يوتيوبرز اجانب او حاجة، اكيد حد فيهم كان مصورها. وبنات مستعدين تشوفوا الجمال؟ ترى شوفولي الجمال ده. التانية زيها بالظبط، بس كل ده كناج وليها ايد من هنا، ليها هاند من هنا كده، ومن جوه فيها مراية، فجاية كده. كل ده قماش، ده كرتون اعتقد كرتون، وده شوية متبطن. مهم خليني افتحها لكم، بس شوفوا السوستة نفس الشيء، ذهبي مكتوب عليها ديور، تتفتح كده بشكل مدور، وده شكلها من مراية من جوه، ومن جوه كده تحط فيها المكياج، وحتى مرايتها كبيرة قوي وحلوة. اعتقد دي انا هستخدمها كتير في السفر يعني بجد. شكرا، دي تعويضا عن هدية عيد ميلادي اللي انا ما خدتهاش، فانا I still happy وعجبتني جدا الهدية لانه بجنن كيوت قوي. انا اعتقد اللي حصل كالتالي، لان انا لما جيت اشيك على الموقع لقيتهم ان هم حاطين عيد ميلادي غلط، حاطين تاريخ ميلادي غلط، فعلشان كده يمكن ما طلعت ليش الهدية. ولما كلمتهم عشان يعدلوا تاريخ الميلاد وبعت لهم صورة البطاقة ما عدلوه، بس يعني اعتقد المشكلة حصلت من هنا يعني. بس مفيش مشكلة، التعويض برضو حلو يعني وعجبني. وبس دي كانت كل حاجة للنهاردة، اتمنى يكون عجبكم الفيديو واستمتعتم معايا. فلو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير للفيديو مع اصحابكم، وسبسكرايب لو امرتفوني. باي باي.